السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. احمد سعد يضرب شاب عنده 20 سنة امام امه واخته بدون اي وجه حق، نازل يستعرض عضلاته وخلاص. فعلا من امن العقاب اساء الادب، رد سمية الخشاب او شمتتها في احمد سعد بعد الهجوم الشديد جدا عليه. في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا احمد سعد في واحده اسمها نهال سليمان، بنت جميله وجريئه جدا، ان هي كشفت الموضوع ده. كتبت على صفحتها الشخصيه انها كانت موجوده في بنزينه اسمها امارات مصر، طبعا في التجمع الخامس. قالت انا كنت موجوده، مره واحده شفنا عربيه جايه برجعه سريعه جدا جدا، هي بي ام دبليو اكس 6 طبعا، واحنا ما نعرفش مين راكبها. فطبيعي في شاب واقف هو ووالدته واخته مستنيين على عشان كمان هما عايزين يمولوا البنزين. فبعد كده شافوا احمد سعد جاي، فبقول له حاسب يا حبيبي بالراحه شويه، ما قالش اي حاجه، ما شتموش ولا قال له انت مش شايف انت اعمى، الحاجات اللي بتتقال، لا ما قالش اي حاجه من الكلام ده خالص. وكل اللي هو قاله انه احمد سعد راح نازل، وكمان قال انت بتقول لي انا كده، فقال له طبعا بقول لك انت مش شايف انت بتمشي ازاي، قال له انت ما تعرفش انا مين يلا. وطبعا راح قاطع التيشيرت بتاعه يا جماعه، وراح زقه على الارض، موقعه على العربيه بتاعه نهال سليمان، هي وطبعا صديقتها وابو اختها اللي كانوا بيصوروا الموضوع من بدايته لنهايته، وهي كتبت الموضوع ده على صفحتها. فطبعا راح بعد كده اتضح ان البلطجي احمد سعد ما ينفعش يتقال عليه فنان يا جماعه، الفنان يعني المفروض في ناس كتير بتتابعه، فالمفروض انها قوه، انه قدوه، وبعدين ان هو منشد ديني كمان وبيقرا قران كويس جدا، وفي ناس بتحب صوته، يعني هي اذواق عشان نكون متفقين مع بعض. نزلوا من العربية البنتين وقالوا له عيب اللي انت بتعمله ده، ما ينفعش كده وبتضرب شاب لسه عنده 20 سنة وانت بتستعرض عضلاتك، وكلام كتير من الكلام ده، وقطع له التيشيرت. ورد طبيعي من البنت هي واختها، حاولوا يوقفوه بالكلام، فرد عليهم بشتايم قذرة جدا جدا، وشتمهم باعضاء في جسمهم. اكيد ممكن حضراتكم تكونوا شفتوا الحاجات دي على بوستات تانية، لان الموضوع منتشر جدا. وبعد كده ابتسم لهم ابتسامة بسخرية بما فيما معناه، ومشي بالعربية. وختمت كلامها نهال سليمان وقالت انا الموقف ده بيبين لي قد ايه احنا بندي قيمة للاشخاص اللي ما تستاهلش، وبنسيبهم يعيشوا وسطنا عادي. بصراحة فعلا يا جماعة احنا اللي بننفخ الناس دي، احنا اللي بنحسسهم ان هم ليهم قيمة. لما مثلا يبان في الشارع وناس تجري عشان تتصور معاه، او ان هو بس بصراحة واحد زي ده ما عندوش كرامة بصراحة. يعني هو طلع وغنى في مسلسل سمية الخشاب، اللي رفع عليه قضية، واللي يعني بصراحة كلامها كان بجد، ان هي لما قالت انه بلطجي وضربها وشالت الطحال بسببه، يعني هو بني ادم ما يتعاشرش من البداية. بالعكس ده ما يتقالش عليه فنان ولا يستاهل الكلمة اساسا، او انه يبقى بني ادم. الناس حاولوا تشحوشه في البنزينة، لكن هو يعني تعافى عليهم جميعا، وفضل يضرب في الولد اللي عنده 20 سنة. طبعا رد فعل سمية الخشاب، نزلت صورة ان هي وهي بتضحك على صفحتها على انستجرام، وسخرية كده، وفاكرين طبعا السخرية بتاعتها لما نزلت منظر القرنين كده على احمد سعد. هو بصراحة ما يستحقش غير كده، لانه عيب قوي اللي هو بيعمله، ما ينفعش اساسا يضرب حد باي وجه حق. والمفروض الولد ما يقبلش اعتذاره، لانه قالوا ان احمد اصطفى مع الولد وعادي والموضوع عدى، الا لما الشاب ده اللي عنده 20 سنة يضربه نفس الألم قدام الناس عشان كرامة الولد دي ترجع له، او يبقى فيه حقوق. فعلا الموضوع اتخذ حيز قانوني، الولد هيرفع قضية علشان يسترد حقه. الطبيعي انه ما يقبلش ابدا، ما يقبلش اعتذار احمد سعد، لان احمد سعد بصراحة استهبل فيها او ساء فيها زي ما حضراتكم شايفين في الصور، كان عايز يشوط اي حد قدامه. احنا بنعمل فيهم كده، وفعلا من امن العقاب اساء الادب. يمكن هو عنده حاجة هتخرجه مش فارق له، بس حتى لو عنده كان نوقف ونفعوه ايام سمية الخشاب. فعلا هو ده الوسط الفني، فعلا في وسط فني عفن الا من رحم ربي، عشان نكون يعني مدين كل واحد حقه. وده مش فنان، ده عيل قليل الادب فعلا، ومحتاج يتربى، لان اللي بيعمله ده ما يصحش وما ينفعش ابدا. بشكركم جزيلا، سايبه لحضراتكم التعليقات. سلام عليكم.